السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك عندنا. لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة يا شباب معانا موقع لربح الروبل، بس الموقع ده مميز عن أي موقع يا شباب. الموقع ده لسه جديد وفي حاجة اسمها المهام. المهام دي ممكن مهمة واحدة تحصل فيها على 20 دولار، وفي مهمات ب1 دولار. تمام يا شباب، هنخش على الموقع، هنترجم الموقع كده باللغة العربية الأول ونشرحه. بصوا يا شباب، طبعا ده الدخول لنرجع بيه الربح على وجه النظر، حصول على أموال مقابل تصفح المواقع. أول حاجة تصفح المواقع، بعد كده المهام وكسب المال. المهام دي يا شباب خطيرة جدا في الموقع ده، يعني أنصحكم بالشغل عليه. الحد الأدنى في السحب الموقع ده 5 روبل. الحصول على أموال العرض، المضافون، العروض المضافة، وفي على الروابط، كسب على الروابط الخاصة بك، إعادة توجيه الزيارة. انت ممكن تحط موقع ليك او مدونة او اي حاجة تعمل لها زيارة، تزود لك عدد الزيارات في الموقع ده برضو كويسة جدا. على موقعك ضع اعلان على موقعك واربح المال. ممكن توضع اعلان من موقع على موقعك وتربح منه مال. الفي كي يا شباب برضو انا جربتها، بتخش بحساب الفي كي بيديك زي تصفح مواقع بتربح منها برضو. كل دي يا شباب حاجات بصوا بتربحوا منها، بصوا كل دي حاجات بتربحوا منها. يعني الموقع ده نخش عليه من جوه بقى ونشوفه نظامه ايه. هنيجي من هنا التسجيل يا شباب عشان بس ما نطولش عليكم. هنا الاسم وهنا الاسم واللقب، وهنا الاسم واللقب يعني الاسم واسم الاب، وهنا الباسورد وهات الباسورد، وهنا الايميل، ونحل الكواتشة ونعمل تسجيل. كده بقى لنا حساب في الموقع يا شباب. هنيجي للدخول من هنا، هنحط الاسم والباسورد ونعمل تسجيل دخول. بصوا بقى يا شباب هنيجي بقى على ايه الربح. طبعا انا جربت الموقع وحصلت على المبلغ ده 47 سنت، في حاجات بسيطة جدا. بعد كده عندي هنا زيارة اللي انت تبديل الزيارات. جربت واحد اعلان واحد بواحد روبل، ممكن تجمع وتحط الرابط ليك لأي موقع أو أي حاجة وتعمل عليها زيارات. هنترجم يا شباب باللغة العربية وهنخش على كسب. بصوا بقى يا شباب زيارة المواقع، أول حاجة أهو ضغط على الإعلانات، بتدوس على الإعلان بالشكل ده كده، هيفتح معاك 15 ثانية، 10 ثواني، 5 ثواني بالشكل اللي قدامكم ده. معلش يا شباب خليكم معايا بس للآخر عشان تعرفوا الموقع ده يعني موقع خطير جدا لسه جديد وممكن يستغلوا. بصوا هنا جايب صاروخ وعربية، هندوس له هنا على العربية، على الصاروخ والعربية. اهو كده حصلنا على قيمة الإعلان زي ما انتوا شايفين. تمام، هنقفل ده ونشوف اللي ايه. نرجع للموقع كده، حسب لنا يا شباب قيمة الإعلان، هندوس كده ريفريش. 47 أنا عندي بقى 48. الإعلان ما بيديش يعني بيدي مبالغ قليلة، بس اللي يهمني في الموقع ده إن هو متعدد الأرباح. تمام، بعد كده يا شباب المهام. بصوا بقى المهام، احنا قلنا ايه زيارة الموقع المهام. بصوا المهام رهيبة. بصوا يا شباب اولا المهام كتير جدا، يعني بصوا كل دي مهام يوتيوب، هنا جميع الفئات، هنا كل حاجة عن ال. بصوا 40 سنت، 1 دولار، 40 سنت من روبل، هنا 1 دولار، هنا 1 دولار، هنا 2 دولار، هنا 50 سنت من روبل، هنا 2 دولار، 20 دولار يا شباب، 10 سنت، 10 سنت كده يا شباب. كل دي كده مهام. الحصول على 50، هنا كاتب 60 وانا كاتب 50، 100 دولار. واحد دولار كلها مهم. بيقول لك تسجيل، يعني ايه بيسجل في الموقع وبتحصل على المبلغ. هنا انجاز المهمة،
هنا بيقول لك اللي عمل المهمة اهو، المهمة واحدة تروح الدور اربعة عملوها او 14، التقييمات اربعة هم حاصلين عليها، هنا 14 واحدة عملوها، اربعة خدوا منها اللي عملوها صح. على العموم يا شباب تقدروا تخشوا بقى ايه وتشوفوا انتوا الحاجات دي كلها، تبقى حاجات بسيطة جدا. في اليوتيوب ممكن يقول لك سجل اعمل لي لايك واعمل لي اشتراك، في المواقع يقول لك سجل كل حاجة وليها ايه الحاجة بتاعتها. تمام يا شباب، احنا كده عرفنا المهام وعرفنا الايه ضغط على الاعلانات. بعد كده دعاية واعلام ديت هنخش نشوفها. احفظ التغييرات دعاية وإعلام، عرض دعاية الحصول على الأموال، العرض المضاف، تكلفة العرض الواحد 2 سنت من روبل، وقت العرض 5 ثواني. دي زي يا شباب ايه ضغط على الإعلانات برضو، بتخش هنا بتضغط هنا هوت وبيحولك على حاجة زي ضغط على الإعلانات، بتشوف تزور مواقع وبتربح منها. تمام، بعد كده هنشوف دعاية وإعلام هنا على الرابط الخاص بيك على موقعك الفيكي. الفيكي يا شباب دي برضو كويسة، أنا دخلت عليها، اعمل حساب في الفيكي زي الفيسبوك الروسي كده أهو، زي ما انتوا شايفين هيقول لك سجل، هتسجل، بعد ما تسجل الحساب بتاعك هتلاقي كل دي إعلانات، وبتعمل تحديث بتلاقي إيه إعلانات برضو، يعني كان فعلا ب3 سنت و1 سنت و2 سنت والكلام ده، يعني اعلان عندنا ب2 سنت بتدوس عليه كده هيظهر معانا عداد برضو بيعد. اهو ده الفيكي يا شباب اللي بقولك عليه، بس هو انا مزعج. بيقول لك بص هنا اعمل اشتراك في الفيكي، هتعمل له اشتراك كده اهو، هنرجع تاني هنعمل ريفريش، شباب هنا كتب له اهو لقد قمت بتسجيل الدخول بنجاح. لو عملنا ريفريش كده طب استنى نشوف كده، اهو يا شباب هنا بقولي تحقق من المهمة، انا كده عملتها، هدوس التحقق، اكتملت المهمة المستحقة كده. الدنيا يا شباب المبلغ 2 سنت، هعمل ريفريش اهو يا شباب 68، 68 ده حوالي 20 سنت مش 2 سنت، 10 سنت لكل ايه مهمة من دولت، وفي مهمة ب30 وفي مهمة ب20. تمام، هنا بتعمل تحديث للصفحة بيضيف لك مهام تاني، لو في مهام تاني بيضيفها لك. تمام يا شباب، بعد كده هنترجم تاني، الحد الأدنى للسحب يا شباب من الموقع 5 روبل. بعد كده الفيكي ترقية البريدية، مش عارف ايه الترقية البريدية ديت. عامة دي كلها يا شباب حاجات تقدروا، المدونة دي بقى حاجات ممكن تحطوها زي مدونة اتصال والكلام ده. هنخش بقى على السحب يا شباب، لو جيت هنا تخش على السحب اهو، هنا بيقول لك الحد الأدنى للسحب 5 روبل اهو، وبيدعم باير وليكسي ماني ويب ماني، 3 محافظ يا شباب بيدعمهم، واهم حاجة ان هو في الباير. تمام يا شباب، بعد كده عندنا ايه شراء الزوار، مش عارف ايه تسجيل هنا دون تسجيل،
من هنا شباب الإعدادات لما بتخش على الإعدادات من هنا شباب بيجيب لكم كده المهمات اللي انت عملتها، المبلغ بتاعك، وهنا رصيد الإعلانات، وهنا بيقول لك لو عايز تنشر الرابط بتاعك وده رابط الحالة 3 مستويات، وهنا المهام اللي انت أنجزتها أو المهام اللي انت عملتها في الموقع. وبكده يا شباب أكون انتهيت من الشرح، وإن شاء الله الشرح الجاي مع إثبات السحب. والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو آخر إن شاء الله. سلام يا شباب.